وضمن محطتنا التالية رح ننتقل للشام القديمة وتحديدا من خان أسعد باشا العظم يلي عم يشهد هالأيام معرض لحرفة نفخ الزجاج التقليدي احتفالا بإدراجه على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونسكو. يا رشا، أكيد المعرض نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، وتضمن عرض فيلم تعريفي عن عنصر الزجاج المنفوخ التقليدي وتكريم الحرفيين أحمد محمود حلاق ومحمد محمود حلاق. ولنحكي أكثر عن هذا الحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع، أكيد ضيفنا لليوم هو الحرفي نعيم حلاق، لنحكي عن نفخ الزجاج التقليدي وإدراجه على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونسكو. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك ويعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن إدراج الزجاج التقليدي، نفخ الزجاج التقليدي على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونسكو، كيف تم التحضير اليوم له؟ هلا نحن أول شيء بعد جهد جهيد من الأمانة السورية صراحة وزارة الثقافة، وبحب أتشكر الأمانة السورية لأنه فعلا كثير تعبوا بهذا الموضوع، صاروا يجوا يشتغلوا عنا ويصوروا عنا ولجهزوا الملف الكامل وقدموه لليونسكو وتم إدراجها بسنة بأخر آخر 2023 كحرفة تراثية بتخص، ما بتخصنا كأشخاص، نحن بتخص البلد كله وندرجها تحت اسم سوريا كحرفة يدوية قديمة. طيب اليوم حضرتك والدك كان أحد، محمد سيد تمام. محمد هو والدك وعمك السيد محمود، يعني هنون اللي تم تكريمهم كحرفيين. اليوم حضرتك أيضا حرفي وإلك مشوارك بهذا المجال، اليوم بالنظرة الحرفية قدمهم هذا الإدراج اليوم؟ هلأ نحن ما بنعرف كيف حتكون الآلية بعد الإدراج، نحن كان الدعم معنوي فقط حاليا يعني بس نحن في صعوبات تانية عم تواجهنا بهي المهنة حتى نقدر نستمر فيها ونكمل ونورثها لأجيال تانية، مو من العيلة بس لأجيال إنه تعلم هاي اليوم أنتوا شو خكار بالنهاية وبحاجة إنكم هاي المهنة تورثوها من جيل لآخر كرمال إنه ما تموت بالنهاية يعني. تماماً. هلأ أنا بالنسبة لوالدي مثلاً ما كان يخليني أنزل على المعمل أشتغل غير بفترة الصيف، إنه لازم تروح تدرس وبالصيف تزيد تشتغل بالمعمل، لازم تبلش فيها من الصغر. كبرت ودخلت على الجامعة وتخرجت من الجامعة، بعدين قال لي تعال بلش اشتغل بهالمصلحة، تعال يعني عندك أساس هلا فيك تتعلم. في عنا صبايا بالمعمل عم يتعلموا النفخ، هي ما صايرة من قبل إنه صبايا بنات يشتغلوا بنفخ الزجاج اليدوي، ممكن يصيروا شيوخ تكار فيما بعد. تماما. بس حاليا الصعوبات اللي عم نواجهها إنه تكاليف عالية، البيع قليل، فما فينا نضل شغالين الفرن على طول لحتى نقدر نعلم. بس هي خطرة هلأ هي خطرة للي ما بيعرف، بس وقت واحد يقعد يتفرج ويتعلم شوي شوي فهي ما فيها خطر. بس هي صعوبتها أنه الواحد بده فترة طويلة ليقدر يتعلمها، يعني ما فيني أنا أجيب واحد شهر زمان علمه. طيب أعطينا مثال أستاذ نعيم، أعطينا مثال على أي قطعة، يعني كيف آلية عملها هاي القطعة؟ يعني هلا نحن بنجيب أول شيء الإزاز المكسر بنحطه بالفرن من دوبه ليصير عجين. بعد منه بنجيب قضيب حديد مفرغ من داخله، نسحب فيه العجين الإزاز ونبلش ننفخه ونشكله. هاي الآلية ما فيها خطر على الإيدين طبعا لأنه نحن البوري الحديد حيكون بارد، بس هي صعوبتها بنفخ الزجاج، يعني وقت يكون عجين الإزاز ودايب في طريقة معينة للنفخ، ما بيقدر واحد بس ينفخ فهي بتطلع كبيرة من جنب صغيرة من جنب غير متناسقة. هاي الحرفية بهذا الموضوع بطريقة النفخ. تمام. حضرتك مثل ما عرفنا انه ورثت هالمهنه عن والدك يعني، ويمكن هذا الشيء ما اثر على دراستك بمرحله من المراحل، انتم كيف اليوم ساعدتوا لنشر هي المهنه والحرفه والحفاظ عليها؟ هلا اقول لك، انا والدي ما كان يخليني انزل على المعمل لحتى ما تخرجت من الجامعه، كنت بس فتره الصيف اللي يقدر انزل فيها على المعمل. يعني انا كحرفه كثير بحبها. انت حبيتها لهي انا كثير بحبها كنت، بس ما كان يخلينا نقرب نروح دروس، خليك متابع الدراسة لحديت ما تخرجت من الجامعة وتوظفت برا، اشتغلت كدراستي أنا محاسب بشتغل بمعمل،
بمهنتي وصرت انزل لعنده اتعلم. بعدين لقيت انه هاي المهنه انا بالنسبه لي هي الاهم، هي شيء لإلي ولاولادي بعدي. يعني انا حتى عندي ابني عمره 4 سنين هلا بنزله على المعمل وبنفخه. لا عم نفخه مو بدي اسالك. اليوم رح تكرر نفس التجربه اللي طبعا اكيد. يعني انا ابني هلا 4 سنين وعم ينفخ بنعمر مبكر. بتحسس سيد نعيم انه اليوم التعليم عن صغار هو افضل من انه يكون عن كبار؟ يعني اكيد، يعني نحن بنعرف انه الطفل ممكن يمتص هي المهنه ويصير يعني بعمر كثير صغير شيخ كار. ايه طبعا هذا شيء اكيد. يعني انا ابني هلا صار هو بيحب اللي بابا خدني على المعمل بدي انفخ ازاز. يعني انا ابني لسه حكي مو كثير راكد بدي انفخ طابه بالازاز. فبيقولوا التعليم بالصغار كانك شعل حلو. صحيح. رغم انه يمكن مثل ما حكينا فيها صعوبات هي المهنه، وحضرتك عم تقول انه لازم انه تعلمها حتى لابنك، وهي المهنه يمكن من الاف السنين ومستمره، انتم عم تسعوا لتحافظوا عليها. تحكي لنا عن البدايات، يعني ذكرت حضرتك انه والدك خلاك تشتغل، وانت كيف بلشت وحبيت هي المهنه؟ في اشخاص يمكن اهاليهم يجبرون انه يشتغلوا شيء هن ما حابينه، لكن انت لانك حبيت هذا الشيء فكرت انك تبدع فيه. تحكي لنا شوي عن حالك او عن اول، خلينا نقول شغله انت هيك اشتغلتها بالبدايه اذا عندك. لا في هي القطعه انا جايبها معي. هاي هي 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 اول قطعه. اول قطعه؟ لا مو اول قطعه، هي من يعني من بدايات القطعه اللي انا اشتغلتها. اذا بتلاحظي هي ساده ما لها اذن. عم نشوف كذا قطعه موجوده معنا على الطاوله، حتى كانت عم تمرق معنا شويه صور من عملكم. يعني تمام. بضل لها ذكرى خصوصيه ليلى اول قطعه اكيد. ما هلا الموضوع الطو مثل ما لك شايفه هي القطعه ممكن ياكل شغل اصعب مثلا فيه طوء اكثر من الساده. ايه هلا هدول بالنسبه لي كانوا صعبين يعني كبدايه. فكبدايه كنت اشتغل القطعه ساده مثل هذيك اللي شايفه. الاخطاء اليوم تعدل ضمن النفخ؟ يعني اذا اليوم لا اذا بصير خطا بدي اكسرها وارجع ادوبها من اول وجديد. والله؟ ايه طبعا. يمكن اول مره يعني اي حدا عم يتدرب بده ياخذ اكثر من وقت اكثر. يعني اليوم شو حلمك سيد نعيم؟ هي اكثر انا بس لك اوضح لك هي النقطه. نحن القطعه ما بتنكسر فورا. نحن اول شيء بنشتغلها اذا فيها خطا هو عم يشتغل بيقدر يتداركه. هو عم يشتغل بس متى ما انحطت مرحله الشوي نشفت اخذت بتطلع بارده يا بتطلع مطعوجه يا بتطلع جالسه. اذا جالسه خلص على البيع. او ممكن نعدلها هيك بعد ما احيانا بتلاقي شغله عن جد فيها ميلان بس بتكون من قلب الموديل. يعني تماما ممكن نستغل عليها النقطة. موضوع الرسم نحن بنرسم على الازاز كمان. طيب. استاذ نعيم كنت عم بسالك عن حلمك لبكره. حلمي اني اعلم هالمصلحه لحدا ثاني مو شرط من العيله. خليها متوارثه، خليها شيء لنا للبلد انه تضل موجوده. هي الحرفه مذكوره ب من التاريخ. يعني نعم. رحالة ابن بطوطة ذاكر الزجاج اليدوي الدمشقي بمنطقة الشاغور، بمنطقة الأزازين، وبمنطقة باب شرقي اللي نحن متواجدين فيها حاليا. بدي هاي المهنة تضل مكملة معنا لقدام، ما توقف، ما تنقرض بفترة من الفترات، ما تنتهي، تضل باسم سوريا. قديش اليوم ليلى فخورين احنا بشغلك على السوري، دائما هيك عندهم بصمه ووجود دولي. تماما، وعم يحافظوا على الحرف والمهن السوريه بشكل اكبر. خلينا نحكي اكثر عن هذا الشغف اللي عندك، عن هي الروح اللي بتحطها وبتطالعها بالقطعه الفنيه لحتى تطلع قطعه فعلا هيك مثل ما بيقولوا انه طالعه من قلبه. بيعطي من روحه. هو الفكرة وقت الواحد يقعد جنب الفرن أول مرة بيلاقيها في درجة حرارة عالية، درجة حرارة عالية بالداية، بس لما يبلش يمسك الحديدة بإيده ويبلش يشتغل بيلاقي متعة. بيصير ما عاد بده يقوم. يعني أنا كنت تاخذ ساعات طويلة من أنا وصغير حب أني أقعد مثلا، فكنت أستنى عمي أو حدا أو أبي ليقوم من على الفرن لأقعد بهالفترة الفاضية أنا. فهي مثلا كان قايم 10 دقائق هو يشرب مي يفوت على الحمام، كون قاعد 10 دقائق انا هو بتفرج علي من بعيد اني انا قاعد. فبيتركني بلاقي حالي اخر شيء قعدت ساعه وانا مالي حاسس على حالي. ولحد هلا بس اقعد بدي اشتغل او بدي اجرب اي موديل. هلا نحن طبعا مو بس الموديلات اللي نحن عم نشتغلها القديمه مستمرين فيها، نحن دائما بنحب نطلع موديل جديد شيء ما قادرين نعمله من قبل. بتفرج من على النت موديلات اجنبيه كيف عم تنشغل، حاول اقلدها بس لا يعني بيسرد الواحد ما بيقعد بينتبه لحاله. حتى في الفرق بيننا وبين الدول الاوروبيه بالشغل، هلا بايطاليا في كثير ناس بتشتغل بالازاز اليدوي، وحتى بمصر في كثير ناس بتشتغل بالازاز اليدوي. الفرق بين القطعه السوريه والقطعه الاجنبيه حنقول بغض النظر ان كانت عربيه ولا اوروبيه
الفرق انه نحن بنشتغل شخص لحاله بيقدر يشتغل القطعه كامله لحاله. هي على مراحل ممكن يكون مشاركه من كذا شخص قصدك؟ عندهم برا بيشتغلوا نفس القطعه كذا شخص. نحن مراحل. شخص واحد بيشتغلها لحاله لتطلع القطعه جاهزه. طيب سيد نعيم خليني اسالك اليوم عن اهميه المشاركات، اهميه المعارض، اهميه البازارات، قد ايه اليوم مهم التعريف بهي اللوحه الابداعيه خلينا نقول الزجاجيه، قد ايه مهم اليوم المشاركات الخارجيه، عرض منتجات سوريه، ممكن انتم تشوفوا قطع برا تتاثروا فيها، تعرفوا عن الثقافه السوريه بهي المهنه. هلا عمي كثير طلع وشارك معارض، منهم معارض بايران. طلع شارك وشافوا شغلنا، وحتى هن عملوا لنا زيارات لهون وشافوا شغلنا، وهن شاف وهو شاف شغلهم، ومثل ما عم قلك الفرق كان انه هن عم يشتغلوا كذا شخص ليطلعوا المنتج الواحد. انا بحب شارك بالمعارض اللي هون، وانا دائما متواجد على ارض الواقع بالمعارض اللي هون. كيف بيكون تفاعل الناس؟ بحب انه العالم تشوف هي القطع، في كثير عالم لهلا بسوريا ما بتعرف انه في هذا الشغل، او ما بتعرف انه في حدا لسه عم يشتغل بهذا الشغل. انا حتى رفقاتي يعني كانوا بالجامعه ما بيعرفوا، بيقولوا لي هذا الشغل نحن بنشوفه على التلفزيون، بنشوفه بالمسلسلات القديمه، بس ما بنعرف انه في حدا لسه عم يشتغل، او ما بنعرف كيف طريقه هذا الشغل. فبيجوا بيحبوا يتفرجوا، ونحن بابنا باب معملنا مفتوح لكل العالم تفوت تتفرج، مو شرط حدا يجي يشتري. يعني هو الجماليه بالحرف السوري انه رغم كل التطور وكل الحداثه، ولكن اليوم بقي محافظ على الهويه السوريه بكل قطع. يعني صح شفنا كثير ليلى انه دخلوا حداثه على القطع، ولكن بقيت البصمه السوريه موجوده. يعني ما صار كثير لعب بالموديلات، او يعني ابتعدنا عن الثقافه السوريه. لا لا، نحن حتى الموديلات اللي حاولنا انه نجرب يعني موديلات يعني جديده تاريخ. ايه تمام، بعد كانوا يستعملون لزي صح كثير حلو، فكان على كل طاوله سوريه برمضان لازم يكون هاد ابريق الزيت الصغير محطوط على الطاوله. تمام. نعيم من تجربتك الشخصيه قديش في فرق بين انه الشخص يفوت على مهنه او يشتغل بمهنه عن حب، او في فرق انه يشتغل هيك لانه هو بده يشتغل؟ كمان يمكن في عندكم اشخاص، وحكيت انه في صبايا كمان عم يشتغلوا معكم، ممكن يمرق حدا بس انه حابب يشتغل لانه هو بس جاي يشتغل، وفي فرق بينه وبين اللي عن جد فايت يشتغل عن بهي المهنه عن حب. هلا بحكم معملنا نحن انه قديم، صار له اكثر من 60 سنه بموقعه، مرق عليه شغيله كثير. في منهم مثل ما عم تقولي اللي حابب اللي جاي بس ليشتغل، فهو ما بيطول، ما بيتحمل الحراره، ما بيتحمل التعب تبع المهنه. بينما يعني على قد ما هي متعبه البنات مثلا، هلا عم متحملين تعبها وحابينها لانه فايتين بحب هذا المجال. يعني هن مو فايتين بس لانه يشتغلوا، لا هن بيحبوا الحرف اليدويه وحابين يتعلموا هذا الشيء. بصير بيبدع الشخص هون. حتى في بنات عم تتعلم الرسم على الازاز هلا. حلو. شفنا حدا كثير من ضيوفنا رسموا على الازاز، كانت افكار جدا جميله، يمكن هيك بحاجه لدعم اكثر لحتى تنجو اكثر ويصير الابداع اكثر. سيد نعيم نشكر حضورك لليوم، تحياتنا لوالدك ولعمك ولكل الحرفيين السوريين، شيوخ الكار بكل الاختصاصات، يعطيكم الف عافيه لكل شيء عم تشتغلوا عليه. شكرا سيد نعيم. شكرا لك، شكرا لك. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا، وان شاء الله هيك بالتوفيق والنجاح الدائم. شكرا لك. شكرا كثير لكم.